وقت اللي بلعب الفوتبول بحس بريحة هيك، انه بتنسيكي همومك، بتنسيكي انه انت عنك مهجرة، بتنسيكي المشاكل مع عائلتك مع اهلك. لاقيها هيك هواي انه حلوة، شي حلو بالحياة، مفيد للحياة وحلو سوا، بخفف عنا من كل شي. هلا انه افكار عنه، انا رايي فيهم انه المجتمع عنده كتير انه بيزوجوا بنتهم بعمر صغير. يعني من فتره شفت وحده بعرفها، انا كانت تجي على المركز عمرها 13 سنه، 13 تقريبا 14، وخطبت واحد عمره 16 17 سنه. انه انا وقت اللي طلعت فيها قلت لها انه يعني معقول هالشيء؟ انه حرام عليك، بعدك طفلي انت، لك هو بعده طفل، كيف حيتحمل مسؤوليه شغل يفتح بيت؟ قال هيك اهلي واهله بدهم. انا بحس هالشي خطا عندي، ما بحبه. انه بتنحرم من حقوق اللي بتتزوج بوقت قصير. انه اسوأ شيء عندي انه بحس انا بتنحرم من حقوقها انها تتعلم، أن تعيش حياتها، أن تحقق إنه مثلاً هوايتها، مثلاً هوايتها تكون رسامة، هوايتها تطلع أنسي دكتورة أو شيء، إنه بتنحرم منهم وبتنحرم من حقوقها، بتتعب نفسيتها. أوقات بحس بضغط إنه مثلاً بيقولوا المجتمع إنه صاروا بيقولوا في منهم إنه بيقولوا لي ييه ليه لهلا ما تجوزت؟ انه يي بكره بيقطع عمرك ال 18 سنه، بتصير بال 20 بصير ما حد بده اياكي. بنقول لهم ايه، واذا ما حد بدي انا قلبي احب من العسل، حدا بجيب المصايب لإله؟ انا هلا ما بدي اجيب مصيبه لإلي، انا مرتاحه هيك. بقول لهم انا اذا زعجتكم ما حدا يقرب يمي، انا ما حد ما بزعج حدا، انا مبسوطه بحياتي هيك، بس فكر الزواج يبقى بقلكم مشان تيجوا تفرحوا معي. بقول لهم نصير كوتش، ندربهم على الفوتبول، علمهم على قوانينه. وقت اللي بنلعب مركز اكثر شيء بالحرس، اوقات بحطوني هجوم، بس اكثر شيء شاطره انا بالحرس، حارس المرمى، بصد الطابه بايدي براسه باجري بتحملها، متعوده.